السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف من خلال الشاشة المتميزة جوكوميك تي في في رحاب الرياضيات خاص بالنسبة للمستوى التالي: الجذوع، المشاركة للتعليم الثانوي، التأهيلي، جدع العلوم وجدع التكنولوجيا. مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء، معكم يوسف دلال. من خلال الحصة هذه سوف نقوم بتتمة النشاط الخاص بالمعادلات والمتراجعات والندمات في هذا المستوى: جذوع، المشتركة للتعليم الثانوي، التأهيلي، جدع العلوم وجدع التكنولوجيا. هيا نتميم النشاط السابق إن شاء الله. هيا نتميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في عبر اليوتيوب. ألوغ، حصة جديدة متجددة في هذه القناة خاصة بالاستيعاب والفهم لمادة الرياضيات، خصوص قسم من جذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جدع العلوم وجدع التكنولوجيا. مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء، سوف نقوم بإتمام درس المعادلات والمترجحات والندمات. إليكم النشاط الموالي. إذن النشاط هو كالتالي: تعميل وإشارة ثلاثية الحدود ISO كاري زائد بX زائد C. إذن فهذا النشاط ينقسم إلى قسمين: تعميل ثلاثية الحدود، كيف نعمل ثلاثية الحدود اكس كاري زائد بي اكس زائد سي، ثم كيفية تحديد إشارة ثلاثية الحدود اكس كاري زائد بي اكس زائد سي. أولا، تعميل ثلاثية الحدود اكس 2 زائد بي اكس زائد سي. اعتمادا على حل معادلة من الدرجة الثانية في الفقرة السابقة، لدينا الخاصية التالية، تابعوا معي. خاصية تقول: نعتبر ثلاثية الحدود اكس كاري زائد بي اكس زائد سي، وليكن دلتا مميزها. دلتا معنى بي كاري ناقص 4 سي. إذا كان دلتا أكبر من الصفر، دلتا موجبة معناها، فإن المعادلة تقبل حلين مختلفين، الشيء تطرقنا إليهم سابقا، اكس واحد واكس اثنان. في هذه الحالة التعميل تكون على الشكل التالي: اكس اثنان زائد بي اكس زائد سي تساوي أ. شوفوا طريقة التعميل بين قوسين: x ناقص x2، x ناقص x1، إذن x ناقص الحل الأول ثم x ناقص الحل الثاني. بالطريقة هذه يمكنني أن نعمل أي معادلة من الدرجة الثانية التي تقبل حلين مختلفين إذا كان فعلا دلتا أكبر من الصفر. إذا كان دلتا أكبر من الصفر، هذه المعادلة هذه اللي تشوفوا تلاحظوا هذه المعادلة من الدرجة الثانية تقبل حلين مختلفين، الشيء طرقنا عليه سابقا. إذا التعميل ديالهم تكون على الشكل التالي: تنديروا أ، تنجيبوا من هنا هاي أ، الحد الأول هاي أ، بين إكس ناقص إكس اثنان، إكس ناقص إكس واحد، إكس واحد هو الحل الأول في أو جدا إكس ناقص الحل الثاني. إذا كان التالتة تساوي صفر، في هذه الحالة التعميل تكون على الشكل التالي: أ إكس زائد ب على دوزا الكل إكس اثنان. انتبهوا جيدا، إذا كان دلتا تساوي صفر أي دلتا منعدمة، التعميل أ إكس اثنان زائد ب إكس زائد سي تكون على الشكل التالي: أ جدا إكس زائد ب على دوزا الكل أس اثنان. إذا كان دلتا أصغر، إذا كانت دلتا أصغر من الصفر، فإن x2 زائد bx زائد c لا يمكن تعميلها إلى حدوديتين من الدرجة الأولى. إذا انتهينا، دلتا اللي كانت أصغر من الصفر ما كاينش هناك تعميل، تكون تعميل فقط إذا كان دلتا تساوي الصفر أو دلتا أكبر من أو أكبر قطعا من الصفر. أما إذا كانت دلتا أصغر من الصفر فليس هناك تعميل. نعطيكم أمثلة ناخذها بيسر من هذا، ناخذها بيسر من رحاب في رحاب الرياضيات. نعتبر الحدودية التالية: سي اكس اثنان ناقص اكس ناقص واحد، ستة هي أ و ب هي ناقص واحد و سي هي ناقص واحد. كذلك مميز الحدودية هو الشكل التالي: دلتا تساوي واحد زائد واحد أربعة وعشرين هي خمسة وعشرين. إذن حل، إذن حل المعادلة هو حل المعادلة حلين من المعادلة هو إكس1 و إكس2. إكس1 عندنا واحد على جوج، و إكس2 عندنا واحد ناقص واحد على ثلاثة. تنوضفوهم هنا، أنا ديجا عندنا هاد القاعدة، تنطبقو هاد القاعدة الأولى.
إذن ار اكس تساوي 6 على اكس ناقص 1 على 2 في اكس زائد 1 على 3. فهم؟ إذن سوف نقوم بتوضيح ذلك في فيديو مستقل. إليكم الآن الفيديو المستقل، تابعوا جيدا. إذن سوف أقوم بتوضيح ذلك في هذا الفيديو. إذن نعتبر المعادلة أو الحدودية F. إذن عندنا 6x2 ناقص x ناقص 1. المعروف أن A تساوي 6 و B تساوي ناقص 1 و C تساوي ناقص 1. إذن نفس المثال ديال x كاري زائد bx زائد c، غير A تساوي 6 و B هذه تساوي ناقص 1 و C هذه تساوي ناقص 1. إذن الطريقة ديال التعميل، أول حاجة خاصنا نشوفو المميز دلتا. دابا دلتا عندو تقريبا ثلاثة الأنواع. إذن دلتا اللي كانت دلتا أصغر من صفر، هذا بدون نقاش مكاينش تعميل. إذا كان دلتا تساوي صفر عندو واحد التعميل خاص، كان دلتا أكبر من صفر عندو تا هو تعميل خاص. مثلا إذا كان دلتا أكبر من صفر بحال مثلا هنا في الحدودية هادي ولا في هاد المعادلة هادا، لقينا فعلا دلتا أكبر من صفر، تنديرو أ إكس ناقص إكس واحد في إكس ناقص إكس اثنان. هادي الطريقة ديال التعميل التاني. أما ثانيا خاصنا نستعملو أ فوالا، نعم نستعملو أ إكس زائد بي على دوزا. فهم؟ الكل اكس اثنان بيسر. اذا اللي كانت هذه دلتا اكبر من صفر، لاحظوا جيدا اللي كانت هذه دلتا اكبر من صفر، التعميل تيكون هذا الشكل التالي: ا اكس ناقص اكس واحد في اكس ناقص اكس اثنان. اللي كان دلتا تساوي الصفر تكمل الشكل التالي، التعميل تيكون على الشكل التالي: أ إكس ناقص زائد ن ب على دوزا على كل أس اثنان. أجي دابا نشوفو هاد التطبيق اللي عندنا هنا ديال 6 إكس اثنان ناقص إكس زائد ناقص واحد. أول حاجة نبحثو على دلتا كما تنشوف، تساوي ب كاري ناقص 4 أس. إذن ب كاري هي واحد، ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، ناقص 4 في 6 في ناقص 1. فهاد الحالة تخرج لنا 1 هنا زائد 4 في 6 هي 24، 24 في ناقص 1 هي 24. لأن دلتا تساوي 25. كانت دلتا تساوي 25، إذن هاد دلتا هادي راه أكبر من الصفر. ملي كتكبر من الصفر إذا تتقبل حلين خاصنا نوجدوهم. أولا إكس واحد تساوي ناقص بي ناقص زائد مربع دلتا على دوزا، وإكس دو نوجدو الحلين بعداك باش يمكن لينا نعملو بيهم، ميمكنش لينا نعملو بيهم بفراغ، خاصنا نوجدو الحلين ناقص بي زائد زائد مربع دلتا على دوزا. ناقص بي هي تقريبا عندنا ناقص ب هي تقريبا واحد، زائد زائد مربع دلتا هي خمسة على دوزا هي جوج في ستة هي 12، تساوي هنا ستة على 12 هي تقريبا يسير تكون ناقص. إذن إكس واحد تساوي ناقص ب ناقص زائد مربع دلتا على دوزا تساوي واحد ناقص خمسة على 12، حيت جوج في ستة هي 12، ناقص ربع على 12،
تعطيك ناقص واحد على ثلاثة، هذا هو اكس ان. اكس دو اكس دو شنو هي؟ اكس دو هي ناقص بي زائد مربع دلتا على دوزا تتساوي لك بالضبط واحد زائد خمسة على اتناش تساوي ستة على اتناش تساوي واحد على جوج. اذا في الحالة التعميد تكون الشكل التالي، x تساوي ستة هي a في x ناقص واحد ناقص ناقص واحد هي واحد ثلاثة في x ناقص واحد لجوج. فكلا نستبدلهم ندير ستة في x ناقص واحد لجوج في x زائد واحد ثلاثة. إذن هذه الطريقة ديال التعميل. إذن أولا خاص نفهمو أن دلتا لديها ثلاث حلول، إما تكون أصغر من صفر خاص ما يكونش هناك تعميل، مستحيل يكون هناك تعميل. إذا كان دلتا تساوي صفر هذه يعني أن أ التعميل تكون على الشكل التالي، أ جداء ديال إكس زائد بي على دوزا على كل إكس اثنان. وإذا كان دلتا أكبر من صفر التعميل تكون على الشكل التالي، a في x ناقص x1 جداء x ناقص x2. إذن نقلبوا على دلتا هي الأولى، فاش نلقاو بأن فعلا كبيرة دلتا أكبر من صفر، أما ديجا عندنا الحلول تنوطفوهم التعميل. إذن 6x زائد 1 على 3 x ناقص 1 على 3 نستبدلوهم باش يكون هنا ناقص هي الأولى 6x ناقص 1 على 2 زائد x في x زائد 1 على 3. إذن هذه طريقة التعميل الصحيحة اللي كان عندنا فعلا دلتا أكبر، لاحظوا دلتا أكبر من الصفر. فوالا، إذن في هذه الفقرة لدينا إشارة ثلاثية الحدود x كاري زائد bx زائد c. أولا الخاصية، سنفهم الخاصية، نعتبر ثلاثية الحدود bx تساوي x كاري زائد bx زائد c وليكن دلتا مميزة، معناها دلتا تساوي b كاري ناقص 4ac. دي كانت دلتا أصغر من الصفر فإن إشارة bx هي إشارة العدد a، خاص ترد بالك. إذا كان دلتا أصغر من الصفر فإن إشارة bx هي إشارة a، كان العدد a سالب إذن هذاك إشارة bx سالبة، إذا كانت a موجب إشارة bx موجب. إذا كانت دلتا تساوي صفر فإن إشارة bx هي إشارة a لكل x من r يخالف ناقص b على 2z، ما عدا بي على دوزا، لأن أصلا بي اللي درنا اللي وظفناه ناقص بي على دوزا في الحدودية تصبح صفر. إذن إذا كان دلتا تساوي صفر فإن إشارة بي إكس هي إشارة أ لكل إكس من آر يخالف ناقص بي على دوزا. سوف نقوم بشرح ذلك لاحقا. إذا كان دلتا أكبر من صفر وإكس أن وإكس دو هما جذري ثلاثية الحدود بي إكس، ديجا حسبناهم، فإن بي إكس لها إشارة العدد أ خارج الجذرين، فإن بي إكس لها إشارة العدد أ خارج الجذرين إكس واحد وإكس اثنان، وبي إكس لها عكس إشارة العدد أ داخل الجذرين معناه إكس أن وإكس دو، وبي إكس أن وبي إكس دو تساوي صفر، لأن اللي وظفنا هاد الحلين ديما تعطيك معادلة تساوي صفر. نعطيكم هاد المثال في واحد الفيديو مستقل باش تستوعبوا جيدا الطريقة كيفاش. هيا نتعرف دابا على إشارة ثلاثية الحدود في فيديو مستقل. لأن سوف نقوم بإعطاء عدة أمثلة حول تحديد إشارة الحدودية ثلاثية. لن أدرس أدرس ماذا؟
ادرس إشارة كل من الحدوديات التالية. أعطوكم أمثلة، مثلا في الإكس تساوي دو إكس اتنين زائد تلاتة إكس ناقص اتنين، و بي إكس تساوي إكس أس اتنين ناقص خمسة إكس زائد ستة، ثم بي لتلاتة تساوي ناقص ثلاثة إكس أس اتنين زائد سبعة إكس ناقص اتنين، ثم بي لأربعة ناقص اتنين إكس اتنين زائد إكس زائد واحد. أدرس إشارة كل من الحدودية الثالثة وكذلك التعميل. العمل وأدرس، لأن التعميل عنده علاقة مع دراسة إشارة. إذا عمل وأدرس إشارة كل من الحدودية، عندنا اتنين إكس زائد ثلاثة إكس ناقص اتنين، إكس اتنين ناقص خمسة إكس زائد ستة ناقص ثلاثة إكس اتنين زائد سبعة إكس ناقص اتنين، ثم بي أربعة اتنين إكس زائد واحد، ثم لدينا الحدودية الخامسة هي ستة إكس زائد اتنين ناقص إكس ناقص واحد. طبعا درسوا كل حالة في حدة، داكوغ. أجي دابا ندرسوا الحالة الأولى، اتنين إكس زائد تلاتة إكس ناقص اتنين. ها تلاحظوا أن أ تساوي اتنين و بي تساوي تلاتة و سي تساوي ناقص اتنين. إذن أول شيء هو دلتا، نحسبو دلتا هي الأولى، بي و كاري ناقص ربع أس. إذن هاد بي و كاري راه هي تلاتة و اتنين، ربعة تبقى ديما ربعة، و أ هي اتنين، و سي هي ناقص اتنين. سأعطينا في الأخير هنا تسعود ناقص ربعة في جوج ثمانية، ناقص جوج تسعود ناقص هي زائد ستاش خمسة وعشرين. دلتا تساوي خمسة وعشرين، إذا خرجت لنا دلتا تساوي خمسة وعشرين، إذا أكبر من الصفر هي. إذا في الحالة تقبلوا حلين، الحل الأول إكس أن والحل الثاني إكس دو. إكس أن هي ناقص بي ناقص جد مربع دلتا على دوزا، و الحل التاني هو ناقص بي زائد جد مربع دلتا على دوزا. إذن هنا إكس أن تساوي تلاتة ناقص جد مربع دلتا هو خمسة، ناقص تلاتة ناقص خمسة، و جوج أ هي أربعة. تعطيك خمسة ناقص ثمانية على أربعة، لأن إكس واحد تعطيك تقريبا ناقص اتنين. يبقى الحل الأول هو إكس أن
لحظة اكس ان سوي هذه، اذا هذه تساوي اكس ان سوي ناقص جوج، لان اصلا دلتا اكبر من صفر. اذا اكس ان سوي ناقص بي ناقص جوج مربع دلتا لدوزا ناقص التمثيل العددي ناقص ثلاثة ناقص خمسة على اربعة هي ناقص ثمانية على اربعة هي اكس ان تساوي ناقص جوج. اذا اكس ان خرجنا عطينا اكس دو، اكس دو تساوي ناقص بي زائد جوج مربع دلتا على دوزا. تضيف عددي هي نعطيو هنا ناقص ثلاثة زائد خمسة على ربعة. تقريبا ربعة alors égal 2 sur 4 رأيت لنا على بعض ديرو اختزال يعطينا واحد على جوج. x1 تيغالا موان 2 و x2 تيغالا 1 sur 2. دين هادو هما الحلول ديال المعادلة x1 و x2. إذن التعميل بسيط جدا، دائما نعتمد على لا فورمول ا اكس موان اكس 1 اكس موان اكس 2، هذه هي لا فورمول الصحيحه 100%. اذن ا تقريبا هي 2، تنديرو 2 اكس ناقص اكس مع ناقص مع ناقص تعطيك زائد 2 اكس ناقص 1 على 2. فوالا هذا هي التعميل، هذا هي الطريقه ديال التعميل. دابا إشارة، دابا ننتقلو نديرو إشارة هادي بي إكس. إذا تلاحظوا بأن دلتا أكبر من الصفر، إذا تنتبهو على حساب الجدرين، خارج الجدرين تيكون نفس الإشارة ديال أ، وداخل الجدرين تيكون عكس ديال الإشارة ديال أ. إذا أ تتساوي ليك جوج، إذا أكبر من صفر. إذا في الحالة نطرس واحد الطابلو صغير، alors مثلا عندنا هنا x هنا بي x هنا ناقص اللانهاية هنا زائد اللانهاية هنا تنديرو بالضبط الحلين، الحل الأول والحل الثاني. الحل الأول هو ناقص 2 والحل الثاني هو 1 على 2. يسولك أن هنا حلول توضعون الصفر لأن حلين ديال المعادلة. هنا كيف ما تشوفوا تكون عندي ثلاث خانات، ثلاث مجالات، مجال أول مجال ثاني مجال ثالث. المجال الأول هو ناقص ما لا نهاية 2 ناقص 2، المجال الثاني هو ناقص 2 واحد على 2، المجال الثالث هو 1 على 2 زائد ما لا نهاية. إذن حنا تمشيو على حساب أ، أ عندنا 2، إذن ضروري ما يكون هنا العكس ديالو هو ناقص هنا، هنا تتكون زائد، هنا تتكون زائد، معنى أن بي دي إكس تتكون أكبر من صفر في المجالين ناقص ما لا نهاية 2 وفي المجال الثاني 1 على 2. دير فين تنكتب انا نسيت راسي 1 على 2 زائد ما لا نهاية. إذا في هاد المجالين تكون بي الإكس أكبر من الصفر، إذا بي الإكس أصغر من الصفر في
المجال لداخل الجدرين، معناه ناقص جوج وواحد على اثنان، هذا هو المثال الأول. إذا هو الحل ديال المثال الأول. إذا هنا التعميل تيكون هذا الشكل التالي، هو اثنان إكس زائد إكس زائد اثنان إكس ناقص واحد على جوج، والإشارة إذا مهما كانت اثنان أكبر من صفر، إذا في هذا المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان، وفي المجال ناقص اثنان زائد ما لا نهاية تكون هو أكبر من صفر، تكون أصغر من صفر في المجال ديال بيل، هذا بيل إكس في المجال اللي تنحدوه ما بين ناقص اثنان واحد إلى اثنان. إذن سوف نقوم بحل المعادلة الثانية، بيل إكس اثنان تساوي إكس اثنان ناقص خمسة إكس زائد ستة، فيها التعميل وكذلك دراسة الإشارة. انتبهوا جيدا، لأن أ تساوي تقريبا واحد، و بي تساوي ناقص خمسة، و سي تساوي ستة. إذن أ تساوي واحد، و بي تساوي ناقص خمسة، و سي تساوي ستة. داكوغ، إذن في هاد المسألة هادي خصنا نحددو دلتا هي الأولى. دلتا تساوي بي أو كاري ناقص ربع أ سي، بي كاري ناقص ربع أس، لأن دلتا تساوي ناقص خمسة أس اثنان ناقص أربعة في واحد في ستة تساوي خمسة وعشرون، أربعة ستة تعطيك تقريبا أربعة وعشرين. لأن دلتا تساوي واحد، إذن دلتا أكبر من واحد، إذن أكبر من صفر، يقبل حلين. الحل الأول هو إكس أ تساوي ناقص بي ناقص زيد مربع دلتا على دوزا، والحل الثاني هو ناقص بي زائد زيد مربع دلتا على دوزا. من خلالهم نطلقوا حنا، ناقص بي هو تقريبا ناقص خمسة زيد واحد جوج ناقص خمسة ناقص واحد ناقص خمسة زائد واحد على جوج، هنا ناقص ستة على جوج، أنا زائد ما زائد ناقص ما ناقص، من ستة على جوج تعطيك تقريبا ثلاثة،
انا 5 زائد 1 انا 6 على 2 5 على 1 انا 4 فقط 5 ناقص 4 4 على 2 4 على 2 تعطيك انا 2 انا 6 على 2 تعطيك تقريبا 3 x1 est égal à 2 ou x2 est égal à 3 ou alors on a 1 et il y a 1 et donc ça a mis le p x et y a x n'a pas 2 x n'a pas 3 alors ça a mis débat échard إشارة P دو X ندرسو دابا إشارة ديال P دو X إذا اللي بغينا ندرسو إشارة ديال P دو X عندنا دلتا أصلا أكبر من صفر إذن يقبل حلين عندنا إكس واحد هو 2 و x2 هي 3 تنوضفهم هادشي في الجدول واحد الجدول خاص دراسة الإشارة هانتوما لاحظوا معايا الطريقة كيفاش وتعودوا عليها عندنا هنا بي دي اكس بي دي دو اكس عندنا هنا اكس هنا عندنا ناقص اللانهاية وهنا زائد اللانهاية هنا كذلك لدينا اثنان وكذلك لدينا ثلاثة اوب لدينا اثنان لدينا ثلاثة لدينا صفر لدينا حلول ولا بد ان نضع الصفر هانتوما لاحظو مزيان دير اثنان ثلاثة اذا داخل الجذرين تكون العكس ديال الاشارة ديال الاخر اذا عندنا موجبة هنا خص تكون سالب وهنا تكون موجب وهنا يكون موجب اذا بي دي اكس فاش يكون سالب في المجال ديال جوج ثلاثة تيكون موجب المجال ديال ناقص معنى نهاية اثنان في المجال ديال ثلاثة زائد معنى نهاية هذه الطريقة كيفاش ندرسو إشارة ديال ثلاثية الحدود إذن سوف نأخذ مثال ثالث حيث أ تكون سالبة مثلا ب على 3 ناقص 3 إكس يساوي 2 زائد 7 إكس ناقص 2 إذن أول حاجة نفكرو فيها دلتا دلتا تساوي ب كاري ناقص 4 أس جيد إذا في هاد الحالة بي وكاري هي سبعة أس اتنين ناقص أربعة في ناقص ثلاثة في ناقص اتنين باعتبار أن أ تساوي ناقص ثلاثة و بي تساوي سبعة و سي تساوي ناقص اتنين بعد الاعتبارات إذن هنا لدينا تسعة وأربعون زائد تقريبا 12 في ناقص 2 زائد 40
من هنا هتكون ناقص 24، اتنين تسعود ناقص 4 تساوي 5، وأربعة ناقص 2 تساوي 5، إذا ندير بطاقة تساوي 25، إذا أكبر من 0، دلتا أكبر من 0 يقبل جذرين و إكس 1 و إكس 2 دو غاسين، إذا موان موان بي موان دلتا على دوزا كذلك لما بيزا إجزا من بعد الطالة دوزا في الحالة سنأخذ ناقص 7 ناقص 5 على ناقص 6 وهنا تنأخذ ناقص 7 زائد 5 على ناقص 6 ناقص 12 هنا على ناقص 6 تساوي جوج، هنا ناقص 7 زائد 5 ناقص 6 جوج، إذا في الحالة تساوي 1 على 3 إن إكس 1 تساوي 2 و إكس 2 تساوي 1 على 3 هذوما الجذرين أساسيين. إذا التعميل تكون هذا الشكل التالي، إذا بي على إكس 3 إذا هنا هي أ إكس ناقص إكس 1 إكس ناقص إكس 2 إذا أ في الحالة هذه هنا اثنين، حالة عندنا ناقص ثلاثة زين سالبة، هنا إكس ناقص إكس واحد هو اثنين، هنا إكس ناقص إكس جوج واحد إلى ثلاثة، إذن بيان سيغ سالبة لأن إشارة سالبة. إذن ندرس هذا هو التعميل، هذا هو هذا هو الصيغة ديال التعميل بحال هاد الشكل هذا. تاني ندرس إشارة بي إكس، دابا خصنا ندرسو إشارة ديال بي إكس. إذا نتبعو باش نضبطو الأمور، عندنا أ سالبة معنى أصغر من صفر، إذن تتكون العكس، إذن هذا مال الجدرين، إذن إكس 1 تساوي 2 و إكس 2 تساوي 1 على 3، يمكن لي نقلبهم ماشي مشكل، صدقوا 1 على 3 و الآخر 3، إذن نديرو الطابلو. نديرو الطابلور، ديري لينا إكس نبي إكس، إكس هنا ناقص من هنايا وهنا زائد من هنايا وهنا واحد على ثلاثة وهنا اثنان، هذا هنا هنا معر الحلول ديالها. إذا دايما العكس ديال الإشارة، إذا عندنا إشارة سالبة إذا هنا تتكون موجب ولا تكون سالب، إذا حالة وحدة اللي تتكون فيها موجب هي واحد على ثلاثة اثنان، إذا بي إكس تكون موجبة في هذا المجال ديال واحد على ثلاثة جوج، أما البقية
ناقص مع ناقص لا نهاية واحد على ثلاثة، كذلك اثنان زائد لا نهاية فهي ستكون سالبة بالإكس، ستكون سالبة في الحالة هذه. إذا حضروا راسكم لكاس أ، لكاس أ سالبة خاص تضعون الموجب بين جدرين، اللي كانت موجبة تضعون هنا السالب بين جدرين، ويسير هنا تكون نفس الإشارة ديال أ، اللي كانت سالب سالب ولكن موجب موجب. فوالا سوف نقوم بتعميل ودراسة إشارة الحدودية الرابعة بأربعة، تساوي ناقص اثنان إكس، اثنان زائد إكس زائد واحد. أول حاجة هي دلتا بيوكاري ناقص أربعة أسي بيوكاري، إيش حتساوي؟ أوكي ده كود. إذا عندنا أ تساوي ناقص جوج و بي تساوي واحد و سي تساوي واحد. إذا تفحل البي وكاري تقريبا هي واحد ناقص أربعة في ناقص جوج في واحد، الواحد ناقص أربعة في أربعة في ناقص جوج هي زائد ثمانية تساوي تسعة، إذا دلتا تساوي تسعة. الحساب x1 ناقص b ناقص جذر مربع دلتا على دوزا تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة، لأن جذر مربع تساوي هو ثلاثة على ناقص أربعة تساوي ناقص أربعة على ناقص أربعة تساوي واحد. إذن x1 تساوي واحد، الجذر الأول حسبناه، بقى لنا الجذر الثاني ناقص b زائد جذر مربع دلتا على دوزا تساوي ناقص واحد زائد ثلاثة على ناقص أربعة تساوي اثنان على ناقص أربعة تساوي واحد ناقص اثنان، ده ناقص واحد على اثنين. إكس دو تساوي ناقص واحد على اثنين، لقينا جذرين، جذر الأول إكس أن تساوي واحد وإكس دو تساوي ناقص واحد على اثنين. إذا نضيف التعميل، إذا أ تساوي إكس ناقص إكس أن في إكس ناقص إكس دو، عندنا هي ناقص اثنين، إذا سالبة إكس واحد هو زائد واحد على جوج، نبدلوهم إكس واحد هي إكس اثنين، إكس ناقص واحد. ندير ناقص اثنان إكس ناقص واحد إكس زائد واحد على اثنان، نعمل نحتاجو لهذا نحتاجو لهذي صافي. ناقص اثنان إكس ناقص واحد إكس زائد واحد إكس، هذا هو التعميل، ناقص اثنان إكس ناقص واحد إكس زائد واحد على اثنان. نمشيو دابا لدراسة الإشارة، عندنا ديجا بلي إكس بلي أربعة إكس تساوي ناقص اثنان إكس اثنان زائد إكس زائد واحد، عندنا عندنا أ تساوي ناقص اثنان، إذا أ سالبة، وعندنا الجذرين إكس واحد تساوي واحد إكس جوج تساوي ناقص واحد على جوج، نضفوهم هنا في هذا الجدول، ننتظر. إذن بي لأربعة إكس هي هذي، عندنا إكس عندنا ناقص لا نهاية، عندنا زائد لا نهاية، عندنا ناقص اثنان واحد على جوج، وهنا عندنا واحد. إذن مهما إذن اكتشفنا أن أ سالبة، إذن ستكون هنا العكس ديال الإشارة،
وحده زائد هنا ناقص هنا ناقص هنا تكون نفس الاشاره ديال ا. يعني بي على 4 اكس ستكون موجبه في حاله ما كان عندنا ناقص واحد واحد في هذا المجال، و بي على 4 اكس ستكون سالبه في المجالين ديال ناقص معنيين هاي ناقص واحد على جوج، وفي المجال الثاني هو واحد زائد لا نهايه. إذن هاد المجالات هادو فاش يكونوا سالبين، فاش تكون سالبة في هاد المجالات، وهي نفس الإشارة ديال أ، فهمتي؟ وهي فاش تكون هنا بين هاد الجدرين تتكون تتحافظ على عكس إشارة أ، ماشي تتحافظ على إشارة أ ولكن العكس إشارة أ، يعني تتكون عكس دائما عكس إشارة أ، وهنا نفس إشارة أ. الشيء اللي اكتشفنا. إذن سوف نقوم بإعطائكم مثالين على دلتا تساوي صفر. داكوغ، إذن سوف نضيف عدة أمثلة خاصة هادو نعمل وأدرس إشارة كل من الحدوديات التالية. سوف نبدأ بالحدودية الأولى 25 إكس إس 2 ناقص 10 إكس زائد 1. إذن لدينا 25 إس 2 ناقص 10 إكس زائد 1، إذن دلتا تساوي بيو كاري ناقص 4 أسي. إذن هنا عندنا 10 لكل إس 2 ناقص 10 لكل إس 2 ناقص 4 في 25 في 1 تساوي 100 ناقص 4 في 25 هي 100 في 1 تساوي 0. إذا دلتا تساوي 0. إذا في هذه الحالة اللي كانت عندنا دلتا تساوي 0، إذا تقبل الحل الوحيد هو إكس واحد تساوي ناقص بي على 2. إذا أ تساوي 25 و بي تساوي ناقص 10 و سي تساوي 1. إذا ناقص ناقص تعطيك 10، إذا 2 في 25 هي 50، هي تقريبا 1/5. إذن 1/5 هو الحل الوحيد في هاد المعادلة. إذن انطلاقا من هنا خصنا نعملوه ألوغ بي لي إكس تساوي أ إكس ناقص إكس واحد على كل إس اثنين. إذن أ هي 25، إذن 25 إكس ناقص 1/5 لكل اس 2. إذن هذه هي الطريقة ديال التعميم. دابا عندنا 25 عدد موجب. إذا في هذه الحالة خاصنا نضعو واحد الجدول ديال تحديد إشارة، نعرفو بأن أ موجبة، إذن جميع الحالات تكون موجب. نعطيكم مثال بسيط تبعو ليه. عندنا بيلي إكس هي هادي، وعندنا إكس واحد تساوي تقريبا 1/5. إذا 1/5 هو الحل ديال هاد المعادلة. ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. لاحظو، إذا في هاد الحالة تنتبعو على حسب أ. إذا أ موجبة عندنا 25، إذا موجب إذا تكون هنا زائد وهنا زائد، إذا هنا تيحافظ على نفس الإشارة ديال أ. وهادي الطريقة اللي كانت عندنا دلتا تساوي صفر، تتبعو الطريقة هادي. نعطيكم مثلا المثال الثاني باش تستافدوا اكثر. شوفوا لاحظ لكم المثال الثاني، ها هو ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس كاري زائد 2 اكس مربع 2 اكس ناقص 1. نتبعوا معايا الطريقه الثانيه. اذا عندنا ناقص 2 اكس 2 زائد 2 اكس مربع 2 اكس ناقص 1. قال لنا خصنا نحلوا هذه المعادله. اول حاجه نبحثوا عليها دلتا تعطيك بي كاري ناقص 4 سي. اذا بي كاري يساوي 2 جذر مربع 2 لكل اس 2 ناقص 4 في ناقص 2 في ناقص 1. هنا تلاحظوا ان عندنا هنا 2 هي 4 في 2 هي تقريبا 8، هنا 4 ناقص 8 4 ناقص 4 في ناقص 2 هي ناقص 8 ناقص هي زائد ناقص هي ناقص 8 تساوي 0. اذا دلتا تساوي 0. اذا في هذه الحاله كاين هناك حل واحد هو الدوزا، هو اللي تنبحثو عليه. اذا عندنا ا
تتساوي لنا ناقص زوج بي تتساوي لنا اثنان زائد مربع اثنان سبعين معاك ونا سي تساوي ناقص واحد. إذن من خلال هذه المعطيات سنوظفهم هنا في التعميل. نديرو التعميل عندنا دائما في صفة عامة هي إكس ناقص إكس واحد الكل إكس اثنان. إذن أ هي ناقص زوج سالبة في الحالة. إذن أ سالبة. إذن ناقص زوج وعندنا إكس هنا وعندنا دابا قبل من قبل من نزيدو خصنا ولا بدا نزيدو بحال صبري. اول حاجة خصنا نلقاو الاكس وي صبري يعني اثنان جزء اربعة اثنان هنا عندنا اربعة اذا ناقص اذا ناقص هنا وناقص هنا اذا نمشيو تبقى اثنان جزء اربعة اثنان اربعة اختزاز تبقى جزء اربعة اثنان على جوج. اذا جزء اربعة اثنان على جوج هو اللي خصنا نوظفو هنا نديرو ناقص اثنان اكس ناقص جزء مربع على جوج الكل اس اثنان. اذا هذا هو التعميل. هذه الطريقة ديال التعميل ديال هاد المسألة. اذا اشارة سرعة عندنا بي لي اكس اثنان عندنا ناقص لا نهاية عندنا زائد لا نهاية. لاحظوا مزيان عندنا هنا انا 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 خصنا نوظفو ا صافي بي بي على دوزا بي على دوزا هي جزء مربع اثنان على اثنان. إذا في هذه الحالة كان عندنا أ أصغر من صفر إشارة إشارة تكون نفس الإشارة ناقص ناقص. فهمتوا ولا؟ ولا زربت عليكم؟ هذا لاحظتوا مزيان. أول حاجة هي دلتا دايما دايما دلتا وتشوفوا واش هي تتساوي صفر. كي تتساوي صفر إذا تقبل حل واحد هي بي على دوزا. تتحاول تحسبوها من خلالها من خلال المعطيات السابقة ومن خلال هذاك الحد تحاولوا تعملوه دائما بالطريقة هذه. من بعد توظفوا طريقة عملية تطبيق عددي. من بعد إشارة إذا كانت أ أصغر من صفر فإن تتبع إشارة سالبة في جميع المجالات اللي كانت موجبة موجب على حسب أ أ اللي كانت سالبة إشارة سالبة اللي كانت موجبة إشارة موجبة. أجي نشوفوا هذا المثال الأخير. طولت عليكم اليوم إذا 3 إكس 2 زائد 6 زائد 4 3 إكس زائد 9 أجي نوظفوه هنا. إذا تلاتة إكس اثنان زائد ستة زائد مربع تلاتة إكس زائد تسعود. لأن أول شيء إن لأن أول شيء هو دلتا تساوي بي أو كاري ناقص ربع أس. إذا عندنا هنا ستة زائد مربع تلاتة الكل إكس اثنان ناقص ربع في تلاتة في تسعود. دائما تتبعوا أ تساوي تلاتة وبي تساوي ستة جزء مربع تلاتة وسي تساوي تسعود. ضروري من هادشي. إذا نحسبو هاد الدقيقة بعداك هنا ستة 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 وتلاتين ستة وتلاتين هنا ستة وتلاتين في تلاتة هنا عندنا طناش في تسعود. طناش تسعود تسعود جوج تمنطاش سبعة تسعود واحد تمن تلاتة في ستة تمنطاش والعموم مية وتمانية مية وتمانية هي ناقص صفر هي صفر. إذا دلتا تساوي صفر. إذا دلتا تساوي صفر إذا تقبل الحل واحد هو إكس أ تساوي ناقص بي على دوزا. إذا ناقص ستة جزء مربع تلاتة على ستة في الحالة بعد الاختزال تعطيك ناقص جزء مربع تلاتة. إذا ناقص جزء مربع تلاتة هو الحل ديال هاد هي إكس أن. إذا التعميل تيكون على الشكل التالي من إكس ناقص إكس دو الكل إس اثنان إكس أن. إذا أ تساوي إكس ناقص إكس أن الكل إس اثنان. إذا أ هي تلاتة أو ناقص ثلاثة 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 إذا موجبة عندنا إكس ناقص زائد مربع ثلاثة الكل إس اثنان. إذا هذا هو التعميل. إذا هذا هو التعميل. أنا أصلا خصو يكون
Oh, bless, bless. So, then, ناقص ناقص 6 يجمل بثلاثة على 6 تساوي ناقص يجمل بثلاثة. يعني هذا هو يعني هذا هو التعميل، يعني هذا هو التعميل، هذا هو التعميل، فهمتوا؟ إذا تنوظفوا إشارة، إذا هنا هذا واحد الإشارة هنا، إذا هنا بي إكس، هنا إكس، هنا ناقص لا نهاية، هنا زائد لا نهاية، هنا الجذر هذا ناقص مربع ثلاثة تكون موجب، إذا أ أكبر من صفر لأن جذر مربع ثلاثة. أظن 3 أكبر من الصفر، إذا هنا تكون زائد وهنا زائد، إذا تكون بجميع الحالات موجبة. إذا بهذه الأمثلة قدمنا لكم، درسنا مزيان كيفية التعميل لا في دلتا أكبر من الصفر لا في دلتا تساوي صفر، أما دلتا أصغر من الصفر يسير ما تكونش لا تعميل لا إشارة الحدود إذا. إذا إليكم، لأن كان معكم يزدال من خلال الشاشة المتميزة جيكم من اكتبي لي استيعاب. أتمنى لكم النجاح في هذه السنة الدراسية 2019-2020. سوف نلتقي إن شاء الله في معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين، معناها النظمات. سوف نقوم بدراسة النظمات معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين، هو نشاط الموالي. إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء. تطلعوا في رأيكم، كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكم من اكتيفي للفهم والاستيعاب.